فنبدأ مع بعض. وأول حاجة هقول كده برولوج صغير. إن الكورس ده is how to think about social science research. It's not how to do. Do دي سهلة once you know how to think. ده هيبقى التطبيق. إنما اللي يجري ورش to do things ممكن يغلط ويطلع حاجات flawed ما تجيبش نتيجة. وعلى فكرة انا هديكوا اكزامبلز كتير هتبان ها 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 ايه ده اكزامبلز بسيطة ونكتة وبتاع، وبعدين هوريكوا اكزامبلز تانية اتنشرت في نيتشر وساينس وحاجات محترمة جدا برضه طلعت فيها نفس الأخطاء بتاعت الها ها اكزامبلز دي البسيطة. طب ايه هو بقى اللي بنسميه العلوم الاجتماعية؟ يعني كمدخل نبتدي نقول ايه العلوم الاجتماعية؟ عامة أي study concerned with society and human behavior. فأظن ده ينطبق على كل الدراسات اللي بنعملها احنا في مكتبة اسكندرية تقريبا، زي ما قلت باستثناء الويت لاب بتاع الدي ان ايه بتاع مع الدكتور مجدي يعقوب. كل الحاجات اللي بنعملها فول اندر الكاتيجوري ذا ستادي اوف سوسايتي او هيومن بيهيفير. ومن الحاجات اللي بتستعمل انثروبولوجي واركيولوجي وكريمينولوجي وايكونومكس وايديوكيشن وهيستوري ولينجويستكس وكوميونيكيشن وبوليتيكال ساينس وانترناشونال ريليشنز وسوسيولوجي وجيوغرافي ولو وسايكولوجي، كل ده داخل في السوشيال ساينس. وكومبينيشنز اوف ات سوشيال سايكولوجي بوليتيكال ايكونومي، يعني كل الكومبينيشنز المختلفه ده هي جزء من العمليه دي. الكلمه نفسها اكتسبت هذا الفهم نسبيا في القرن التاسع عشر لما مجموعة من العلماء الكبار جدا أثروا في فكرة أن لازم يبقى في علم المجتمع، دراسة المجتمعات البشرية جزء من العمل. والثلاثة بالذات يعني جاينتس اللي هم إيميل دوركهايم وكارل ماركس وماكس فيبر. إيميل دوركهايم الحقيقة له شغل كبير على فكرة المؤسسات المجتمعية. كارل ماركس طبعا كلنا عارفينه عشان الماركسيه والشيوعيه، وطبعا كان من اهم المفكرين. ولكن كارل ماركس انتروديوست نقطه هامه جدا اللي هي الداينامكس، فكره السوشيال داينامكس، ان المجتمعات متغيره وان في صراعات لسه صراع الطبقات وغير ذلك. انما الفكره الاساسيه فيه انه it is not a static image، مش واحد كده بياخد صوره ويقعد عليه، لا، ان المجتمعات دي متغيره وان المهم دراسته فيها هي الطاقات المتفاعله في هذا المجتمع. وماكس فيبر من الناس اللي ادخلوا بعد الثقافي في التصور على القوى الاجتماعيه. وطبعا هذه الرؤيه الثقافيه متمثله في كتاب شهير قوي اسمه The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. بيحاول يبين ليه المجتمعات البروتستانتية بالذات انطلقت فيها الرأسمالية بصورة معينة. بما ان اذا كل هذه المجموعة بتدرس الهيومن سوسايتيز والهيومن بيهيفيرز، هنلاقي ان الايشوز ار فيري كومبلكس. يعني بمعنى اخر انا بزعل كتير من زملائي العلماء في الاكاديميات اللي بروحها واقول لهم انتوا يو دينيجريت السوشيال ساينسز، ان فاكت السوشيال ساينسز اصعب بكثير قوي من الناتشرال ساينسز. انت بتحط الصوديوم مع الكلورايد بنسب معينه هيطلع حاجه معينه، والله يا عمر فكري يعمل نفس التجربه عنده هتطلع نفس النتيجه، ايمن يعمل نفس التجربه هتطلع نفس النتيجه، وكنترول الفاكتورز وبتاع. انما لما بتدرس المجتمع ات از ميسي وفي 50,000 اكسترنال فاريبل، فان ماني ويز ات از مور ديفيكلت عن الناتشرال ساينس. مع الناتشرال ساينسز بيعتبروا نفسهم ماتش مور ريجرس، ده صحيح، انما الكومبلكسيتي اوف ذا ايشوز اللي بنتعامل معها في المجتمع اصعب بكتير. وفي السايكي بتاع الانسان، يعني حتى لو اعمل سايكولوجيكال ستاديز اوف ذا انديفيديوال اتس ا فيري كومبلكس فاكتور. يعني كميه الحاجات اللي بتاثر في الشخص، في حاجات بيولوجيه، في اختلال في موازين الكيميائيه في الجسم تخليه مزاجه النهارده كده ومزاجه بكره كده، يكون عنده صدمه في حد بيحبه، مات له حد قريب، كل ده بيأثر في الانسان
بينما العناصر اللي في المعمل الكيميائي ما بتتغيرش. فيعني نوع الشغل لازم نعمله في السوشيال ساينسز شود بي مور ريجرس عن الشغل بتاع الجامعات الثانيه. وذر ات از كوميونيتي، بنتكلم على ايه اللي بيخلي الناس ترتبط مع بعضها وازاي تتعامل مع بعضها في المجتمعات، او ازاي الافراد تبقى لها علاقه مع بعضها. دراسات دائما طبعا في السلام الاجتماعي بنهتم بالاثنين. لا، it's all about humans and motivations بتاعتهم are very complex. وفي many motivations that conflict. لذلك simple hypotheses have to be thought through very carefully. يفكر في الهايبوثيسيز بتاعته. العلاقات الاجتماعية أصبحت extremely complex، لأنه المدينة مختلفة عن الريف. في الريف المجتمع موحد، بمعنى ايه؟ انا الجيران بتوعي هم عشيرتي، هم اهلي، وهم الناس اللي بتفاعل معهم اجتماعيا، وهم الناس اللي بقعد معاهم بعد الشغل، وهم الناس اللي بشوفهم في الشغل. تيجي في المدينه هتلاقي كل واحد مننا مشترك في نتوركس مختلفه خالص. له جيرانه المباشرين في الحته الحي اللي هو ساكن فيه، له اصحابه اللي بيروح لهم في النوادي، وله اهتماماته السياسيه اللي بتضم ناس بعاد جدا، وله حاجاته المهنيه في حته ثانيه. فالواحد بيبقى في مالتيبل لايرز. وبالتالي لما ابتدي نحاول نعمل اناليسيس لعلاقات اجتماعيه او موتيفيشن، لازم نعمل حساب ان ما بنقدرش تاني في المقارنه مع الناتشرال ساينس، ما اقدرش افصل زي ما هم بيعملوا، يقول لك ايه كنترولينج التمبريتشر والكلايمت والمش عارف ايه والبتاع والتنشن. لا، ده هنا لازم يبقى اخد بالي ان في عوامل اخرى كتير بتتدخل في العمليه دي. وساعات يعني we throw up our hands كده ونقول والله اللي بيعرف يعبر عن المجتمع هم الارتست. وانا بحب الفن جدا، وده موضوع تاني هتكلم فيه مره تانية. ولكن فعلا الواحد يبص على بالذات ان الرحله اللوحه دي اخذت ضجه كبيره قوي قريب، اتسرقت قريب زي ما انتم يمكن سمعتوا. ادفارد مانك ده راجل من النرويج وعمل اللوحه دي مشهوره اسمها ذا سكريم. الانكزايتي والانترنال الانكست زي ما بيقولوا الالمان، الانسان الحديث يحس بيه بوحدته وانه مش قادر يلاقي حاجه. او الصوره اللي رسمها دي، الناس اللي اصبحوا زي الروبوتس بيمشوا، وان المجتمع الحديث بدا يحولهم الى روبوتس بدل شخصيات. او اشر، كلكم شفتوا رسوماته بس انتم ما تعرفوش مارتن اشر، ده من هولندا، بيرسم رسومات تفصيليه جدا بس فيها ابسردتي معينه. ابسردتي معينه، هو بيصور الـ النمل، البشر على انهم نمل ماشيين رايحين جاي مستمرين كده في المشي، بس هم they're not going anywhere. والسبيس اللي هم ماشيين فيه is an absurd space known as the Mobius strip يعني. او الصوره دي يوري حاجات شكلها معقوله، وبعدين لما تبص فيها تلاقي ان فيها مثلا البشر عمالين يمشوا في سلم ملوش نهايه وبيلفوا كده على طول وبتاع، انهم فين هدف الحياه الى اخره. ده is artistic expression. اللي عايز يشتغل artistic expression نعمل له جلسات اخرى مع الارت سنتر نتكلم فيه. اللي هيعمل ريسيرش ما ينفعش يعتمد على كده. فهم دول contributions بتاعتهم are immense و essential. وفعلا ساعات انا كنت بقول لهم في هارفارد زمان، لو عايزين تعرفوا المجتمع المصري بيتطور ازاي، اقروا ثلاثيه نجيب محفوظ احسن من الريسيرش اللي جايبه فلان الفلاني. بيوريكوا الاسره ازاي تغيرت في هذه الفتره وبتاع. فالايشوز عايزه ثينكينج. ولما نقول ان احنا عايزين نعملها كوانتيفيكيشن هنعوز ايفن مور ثينكينج. بات وي هاف ذا تولز. التولز بتاعتنا ايه؟ ستاتستكس وبروبابيلتي. ستاتستكس دي كلمه جايه من ذا ستيت، وعامه الدوله هي اللي بدات تعبئه والاحصاء. الدولة هي اللي بدأت انها تجيب الستاتستكس عشان اساسا الضرايب يعني. ده كان اهم حاجة. ومن الامثلة القديمة انها تحصي الحاجات كلها، الحصو ده كان انهم يحصوا الحاجة، الاحصاء ده جاي من كده، انهم كانوا عشان يعرفوا عنده كام بقرة وعنده كام ارض وعنده كام مش عارف ايه ويدفع ضرايب قد ايه. ويليام ذا كونكرر
اللي جه في انجلترا سنة 1066 استبلش تقريبا بداية العصر الشبه حديث في انجلترا، عمل كتاب اسمه The Doomsday Book او Doomsday Book زي ما كانوا عملوا سبيلينج زمان. اساسا قال ايه البلد وفو كم معزة وكم بتاع وكم ارض وكم مش عارف ايه، وعمل السجل ده كله عشان يظبط الضرائب بتاعته. السجل ده فضل معانا فاصبح من اهم السورسز. الوضع في انجلترا كان شكله ايه في القرن الحادي عشر، السجل التفصيلي عن الحاجات دي. probability وهنرجع لها تاني جت من حاجات في القرن السابع عشر، ومن شخصية فذة جدا اسمها بليس باسكال. فين نوح عمر؟ هنبتدي وفين مروة الصحن؟ وفين مروة؟ عايزين نحتفل ببليس باسكال، عبقرية فرنكوفونية فذة. باسكال كان هتشوفوا عنه شوية حاجات بعدين لما نوصل للبروبابيليتي. كان عبقري جدا وهو صغير خالص، لدرجة ان امه خبت عنه الكتب عشان ما يدرسش، عشان قالت هيبقى جينيوس وهيبقى تعيس جدا فخليه زي يطلع يتجوز ويبقى عنده عيلة وبتاع مش عارف. لما بقى عمره 5 6 سنين واعاد استكشاف جزء كبير جدا من الجيومتري، فشي جيف اب وسابته يدرس بقى. وعمره 16 سنة كتب الكونيك سيكشنز، وهو يمكن اهم شغل من ايام ابولونيوس في بيرجا، ايام مكتبة اسكندرية القديمة. لدرجة ان ديكارت العظيم لما شاف الشغل ده قال مش ممكن عيل عمره 16 سنة يكتب الكلام ده. وبعدين دخل اكاديمية العلوم عمره 19 سنة، ولو هو مثلا كل اللي انتم بتشوفوه ده في الهيدروليكس، اي حاجة فيها العربيات بتاع الهيدروليكس ده مبني على قوانين باسكال، شافها باسكال في الهيدروليكس، وحل مشكلة البارومتر تورشيلي، وعمل حاجات تانية كتير. عمل أول مكنة حاسبة حديثة باسكالين موجودة في الميوزيه زارميتيه في باريس. وواحد صاحبه قال له ما دام أنت يعني ناصح كده ما تقول لنا إزاي نكسب في القمار. فقعد كده فكر واخترع البروبابيليتي ثيوري اللي احنا بنشتغل بيها لغاية دلوقتي. Anyway الستاتستكس برضو بدأت ما نسميه المودرن ستاتستكس، اللي هي بدأت مع واحد اسمه جون جرونت في ميد 17 سنشري في انجلترا. جون جرونت كان في الكنيسة بتاعتهم باريش بتاعهم بيطبع ستاتستكس او بيطبع احصاءات، انما بيقول كم واحد مات وكم واحد اتولد وكم واحد اتجوز والى اخره. هو بقى اللي بدأ يعمل ما نسميه احنا descriptive statistics، يعني انه اخذ الاحصاءات الرو دي وبدأ يقول الله ده نسبة المواليد كذا ونسبة الوفيات كذا والtotal population كذا، حاجات بسيطة طبعا. انما فكرة ان الواحد ياخد المادة دي وبتدي كده يقسم دي على دي ويلاقي ريشو ما بين دي ودي ويحاول يلاقي معاني في الستاتستيكس دي بدأت بيه. وبعدين على فكرة الراجل دخلوه الرويال سوسايتي على الاكتشاف ده، لان العلماء حسوا ان ده كان اكتشاف مهم. بروفيسور برادلي إيفرون بروفيسور في ستاتيستيكس له كل كلمة لذيذة، بيقول ان طبعا النهاردة في القرن العشرين تطورت الستاتيستيكس دخلت في كل العلوم، فنتيجة لكده احنا كنا a small obscure field we have become a big obscure field. وده بقى اللي احنا عايزين نعالجه، لان فعلا ناس كتير جدا يقول لك انا عندي ارتكاريا من الستاتيستيكس، مش عايز اشوف المعادلات والبتاع والمش عارف ايه والكلام ده كله. وهم الستاتيستيشنز ما بيساعدوش نفسهم باستعمال ترمينولوجي معقده جدا، بس هي ترمينولوجي بريسايس ولها معنى، ولكن استعمال بريسايس الترمينولوجي بتؤدي الى ان الناس كلها تبقى مبتعد عنه. فاحنا عايزين في اللي بنعمله ده to make this less obscure. فاساسا زي ما قلت لكم it is about thinking. هقعد اركز على الحكايه دي جدا، مش عايز حد يقعد يحفظ equations، لازم عايز تفكر معايا، فكر ازاي تفكر. ف as you remember course ده فكر في رودان اهو، جبنا الارتست مع الثينكينج رودان،
وان الثينكينج اللي هنعمله از كومبلكس. ليه كومبلكس؟ لانه زي ما قلت لكم human and social behavior is very complex. We simplify, ولما بنعمل mathematical models we simplify. المهم بقى ان ابقى فاهم انا بعمل simplification ليه؟ وايه الحاجات اللي سبتها بره؟ وايه الحاجات اللي دخلتها في الايكويشن؟ ما اقولش ادي ايكويشن بتحل او بتمثل هذا الوضع. لا، almost invariably انا بعمل simplification. سمبليفيكيشن عايز واحد يقعد يعصر مخه وده تو سمبليفاي ات اور نوت. لذلك انا راجل اشتغلت في بيلدينج مودلز كتير ودايما بقول ان اللي بيستفيد هو اللي بيبني الموديل مش اللي بيستعمله. يعني ما حد يجيب لي كده كمبيوتر بروجرام للموديل فلان يوزن باري موديل اوف امريكان ايكونومي وتروح نطبقها كده ويطلع بروجكشنز ويقول لك المتوقعات اللي مش عارف يحصل ايه ده، والشخص بقى يكتب بيبر على نتيجه الرننج اوف ذا موديل ما استفادش كتير لان اتس لايك بلاك بوكس. ديوزنبري ورفاقه في الوارتن سكول لما بنوا الموديل هم اللي استفادوا انهم قعدوا يقدح في مخه ويقول طب دي هنبسطها ازاي ودي هنعملها ازاي. فهي وي ار ثينكينج اباوت كومبلكس ايشوز. دو نوت وري اباوت ذا ماث. لانه دوينج ذا كالكوليشنز از نوت ذات ديفيكلت. فين التكست بوكس بقى؟ والله التكست بوكس مليانه قد كده مليانه التكست بوكس، حتى قعدت ابص على حاجات من عندي في المكتبه بتاعتي وحاجات ثانيه لقيت كتير جدا، فمش هنقول. زي ما قلت لكم مش هديكم ولا حتى ورقه لغايه بعد الكورس، انما اثناء الكورس عشان تبقوا معايا في الحكايه. جاست ثينك، يوز يور برين اند ثينك. فهنبتدي الجيرني بتاعتنا. اتس لونج جيرني لان هغطي تقريبا كل الستاتستكس واغلب الكوانتيتيف ميثودز، لدرجه ان يوسف صلاح بس كده قال لي مش ممكن هتغطي ده كله في 3 ايام. قلت له لا هغطيه في 3 ايام. اتس ا بيج جيرني. لاتش اون اند ليتس جيت ستارتد. Course will be 10 lectures. أول واحدة هنبقى على الميثود أند ميجرمنت. والثانية أون بيلدينج أند إندكس. الثالثة بيلدينج أند إندكس دي أبسط حاجة. كوريليشن وكوزاليتي. بروبابيليتي أند ستاتستكس. وبعدين دول النهاردة إن شاء الله نخلصهم. وبعدين هنخش في السامبلز أند سيرفيز والإكسبيريمنتال والكوازا إكسبيريمنتال ديزاين والريسيرش ديزاين. ده اللي عشان قلت عليه يمكن بكرة نكتفي بالاثنين دول. الصبح ناخد السامبلز وبعد الظهر ناخد الريسيرش ديزاين. وبعدين هنخش على conceptual models, quantitative models وبعدين الكومبلكستي اند كيوس ونقفل ريكابيتيليشن. فنبتدي بالساينس ميثود اند ميجرمنت هي دي. And we'll start with this one now. And we'll start with what is the scientific method. احنا اتكلمنا على social sciences. What is scientific method؟ اولا science is usually driven about curiosity. يعني الناس اللي بتقول لي دايما احنا عايزين ساينس عشان الاقتصاد وبتاع ومش عارف ايه، بقول لهم ده مش ساينس، ده تكنولوجي. تكنولوجي is the application of science in a utilitarian fashion. انما اغلب اللي بيحرك الساينس هو الكيوريوزيتي. يعني زملائنا اللي عملوا الهيجز بوزون قريب ما بيسالوا بيتر هيجز بعد بقى الاكتشاف العظيم، هو قال الكلام من 40 سنه كان متوقعه ولقوه دلوقتي في السيرن، قالوا له ايه فائده الهيجز بوزون؟ قال لهم شوفوا ما اعرفش، انا ما هرد عليكم نفس الرد اللي قاله مايكل فاراداي لوزير الماليه البريطاني وقتها لما قال له ايه فائده الكهرباء اللي انت اكتشفتها دي؟ قال له ما اعرفش، انما يوم من الايام يمكن هتقدر تفرض عليها ضرائب. One day you may be able to tax it. طبعا who can imagine our societies من غير كهرباء؟ انما ايام فاراداي it was a phenomenon. Phenomenon بيدرسوه مش فاهمين. فلذلك science is driven by curiosity. What if, what if, what if. And it is about organizing our knowledge عشان نفهم شيء من الطبيعه. احنا بقى في السوشيال ساينس we want to organize our knowledge عشان نفهم شيء عن انفسنا وعن المجتمعات بتاعتنا. اذا بصينا لكل الساينسز كل الانتلكتشوال اكتيفيتيز بتاعت الناس عامه، لو مشينا كده في الهيومانيتيز من الناحيه دي وفي الساينسز من الناحيه دي، and this tends to be more objective and this tends to be more subjective. Tends not the same.
في الابلايد فيلدز تحت هنا اهو، يعني هنا عندنا استاتيكس وايثكس وريليجن وفيلوسوفي، هنا بقى سايكولوجي ايكونومكس بوليتيكال ساينس اتسترا. تكنولوجي بقى زي الاديوكيشن والميديسن واللو والحاجات دي كلها بيبقى mostly to influence others. When you go up towards الفيزيكس والكيمستري it is mostly out of curiosity. يعني تصنيف عام لانواع الساينسز، انما حتى التصنيفات دي وهبتدي باكزامبل من الفيزيكال ساينس ناتشرال ساينس بسيط جدا. العالم بيتغير، الساينسز بتتغير. يعني كان تقسيم ده موجود من 30 سنه commonly accepted physical science, life sciences, earth sciences. بدأ يتغير لأنه وجدنا إن ما بين الفروع بنختلف فروع جديدة. بيولوجي وكيمستري عملت بايوكيمستري وطلع باليونتولوجي وموليكولار جينيتكس وحاجات كتيرة جدا ما كانتش موجودة في التقسيمات القديمة. لما أنا رحت المدرسة ورحت الجامعة كان في بيولوجي كيمستري فيزيكس كده، علوم كانت كده، في ماثيماتكس كان بيها. النهاردة كل ده تداخل في بعضه، وبعدين مش بس دخل في بعضه، في changed outlook، وده دخل برضه في السوشيال ساينسز. وهنا نقدر نقول حتى ان السوشيال ساينسز سبقت الناتشرال ساينسز بالسيستمز اوتلوك. يعني ماركس لما بيتكلم على السوشيال داينامكس هي سيز اي سيستم ان سوسايتي وفي داينامكس بتتغير. فمن القرن التاسع عشر النهارده في سيستم فيو بتاعتنا مثلا، شوفوا حاجه زي الفوتو سينثيسيس، ازاي النبات بياخد الشمس وبيحولها لطاقه. Light is an energy source, ده physics. Photosynthesis نفسه الـ food process ده chemistry، لأنه في الـ plants والـ plant physiology ده biology، كلهم مع بعض في systems outlook. لذلك نفس الحكاية في social sciences، هنلاقي social psychology, political sociology, political economics, economic sociology، كلها فيها نفس التداخلات هتلاقوها. ولكن كل العلوم أو المنهج العلمي بيشترك فيما سماه كارل بوبر وهو أستاذ فيلسوف كبير، it has to be falsifiable. يعني لازم تعمل افتراض قابل للرفض أو للضحك أو للنفي. وإذا أنت ما بتقدرش تضع تصورك بصورة ممكن إن أحد يثبت عكسها يبقى ده مش علم. وبيسميه ده بقى فلسفه وسبيكيوليشن. سبيكيوليشن از فاين، له المجال بتاعه، بس زي ما شفنا ده من الناحيه الثانيه كده، من الناحيه الهارد ساينسز ات هاز تو بي فولسيفايد. كوانتيتيف اكسبيرمنت امبيريكال ميثود. خدوا بالكم في كتير جدا من كبار العظماء في العلوم ثيوريتيكال. يعني اينشتاين مثلا مثل اعلى للثيوريتيكال فيزيست، وهو وبوز مثلا اكتشفوا البوز اينشتاين كوندنسيت سنة 1924، ما حدش قدر يثبته الا 1995، يعني بعديها ب 71 سنة، لان ما كانش فيه اكسبيرمنت. بيتر هيجز بروبوزد هيجز بوزون. على فكرة اصل يوم من الايام لما ندي محاضرات في محاضرات العلوم تاني لازم نفكر الناس بمستر بوز، لان طبعا اينشتاين واخد العظمه وحاجات كلها، بس البوزون اللي بيتكلموا عنه ده مسمي على اسم بوز. وال بوز اينشتاين كوندنسيت ده برضه مستر بوز، كان راجل هندي. فبيتر هيجز ثيورايزد البريزنس بتاع الهيجز بوزون او الهيجز فيلد من 40 سنه، ما قدروش يثبتوه الا بعد الجهاز الكبير اللي اتبنى في جنيفا بعديها. ففي ثيوري، انما في الاخر it is not accepted not validated الا بالتجربه. طيب ولازم تبقى التجربه كيبل انها تقول لا ما فيش هيجز بوزون. ممكن لو بصينا في الفيلد ده في الحته دي في الديفرنس الرينج اللي كان بيقول عليه هيجز وما لقيناش الحاجه، يبقى هنقول النظريه بتاعته غلط ونرجع نعيد النظر فيها تاني. يبقى اذا ده كارل بوبر اللي حط القاعده ده، هي اللي هي فعلا داخله بتلعب دور كبير في العصر الحديث. طب ايه علاقه العلم بالفلسفه؟ والله في philosophical traditions and expectations معينه، في objective reality وان universe is noble وان الاوبريشن از ريجولر والى اخره. انما المهم عندنا is the scientific method. scientific method اساسا بتبتدي واللي وضعها ابن الهيثم في اواخر القرن العاشر اوائل القرن الحادي عشر الميلادي، تبتدي بالobservation.
والأوبزرفيشن تخلي الواحد يعمل هايبوثيسيس، وبعدين الهايبوثيسيس دي بتديك بريدكشن، والبريدكشن دي ممكن ان الواحد يعمل لها اكسبيرمنت تو تيست ات. وبعد الاكسبيرمنت ده، هنا بقى نقطة مهمة قوي، if the results do match the prediction, the hypothesis is supported. Supported. It's not proven. It is supported. في فرق بين mathematical proof، في فرق بين experimental validation. Experimental validation simply the evidence seems to support the hypothesis. If the results do not match the prediction, it is rejected. وبعمل ايه؟ I have to recycle my hypothesis. ما اقدرش اغير ال evidence. لازم ارجع استني. You have a revised hypothesis, new prediction, new experiment. ده ال method of science as it is applied today. ولذلك اينشتاين له هذه الكلمه الشهيره جدا اللي قال no amount of experimentation can ever prove me right. One single experiment can prove me wrong. And this is ده من اينشتاين، يعني مش من اي حد يعني. وده فهم عميق لمعنى الامبيريكال ميثود. فاذا كنا هنعمل امبيريكال سوشيال ساينس، وي هاف تو تيك اون بورد المفاهيم دي كلها ونبتدي نطبقها عندنا. الساينتفك ترمينولوجي ليها لغه غير اللغه العاميه. يعني احنا لما بنتكلم على ثيوري زي الثيوري اوف جرافيتيشن، الثيوري اوف ايفولوشن، ما هياش المفهوم ان دي يا عم تتكلم نظري، لا تتكلم نظري عشان تقول عليها نظريه ليها بروفاوند مينينج. اللي الناس بتسميه افتراض، ده كلام نظري بالبلدي كده يعني، ده بيسموه كونجكتشر، بيسموه هايبوثيسيس، ولازم بعد كده نعمل له تيستنج وندور على الريبليكابيليتي بتاعته. زي ما كنت بقول لحد ان العلم ما يقبلش حديث الاحاد، لازم يبقى فيه ريبليكيشن وريبليكابيليتي، ويعمل تيستنج وفاسيبيليتي وكيميليتيف ايفيدنس. الايفيدنس دراسه ورا دراسه ورا دراسه تبتدي تتكون. وبعدين ايه الاكسبلاناتوري باور بتاعتها، وايه البريدكتيف باور بتاعت الايفيدنس دي. فالماثيماتكس مختلفه، الماثيماتكس لوجيكلي كونسيستنت وفي ابسولوت بروف. ولذلك الماثيماتكس بتتعب ناس عايزه بريسيجن في الثينكينج اباوت ابستراكت اوبجكتس، انما بريسيجن بالذات الماثيماتكس ما بتبطلش، العلم بيتغير. انما الماثيماتكس وي اد تو ات. يعني يوكليديان جيومتري ما زالت موجوده، نون يوكليديان جيومتري موجوده، نظريه فيثاغورس ما زالت نظريه فيثاغورس بعديها ب 2500 سنه. انما في نفس الوقت عندنا ثيوري اوف سيتس وتوبولوجي وحاجات جديده جدا، فبنزود لها، ما الحاجه ما بتنسخش الحاجه زي في العلوم. فالميثودز اوف ميجرمنت از امبورتنت. هل بقى في السوشيال ساينس هنقدر نطبق الكلام ده ولا لا؟ احنا بنطبق الكلام ده فين؟ مين اللي ماسك الحدود والغياب؟ في اربعه جم ورا دلوقتي، نسجله على طول. This is the part اللي احنا بنتكلم عنها، عشان نبقى عارفين الدياجرام ده الحته اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي both the human sciences والapplied fields. طب can we apply this method in social sciences? The answer is yes we can. مهم بقى لما واحد بيعمل experiment، مهم قوي how you interpret the results. وجزء كبير من الكورس ده هيبقى في الحته دي بتاعت الانتربريتيشن. So can we apply it? Yes we can. So let's think why it is so important. طب واحنا مهتمين ليه؟ طب ما تخلينا نكتب انش زي ما احنا بنكتب دلوقتي. لا مهم لان البوليسي كاونتس. Design of good policy counts and design of good policy requires good social science. هديكوا امثله بسيطه قوي هنا اهوت. Growth and poverty reduction. بتكلم مع زملائي في البنك الدولي زمان وعملت لهم الجراف ده ونشرته سنه 95، قلت لهم ادي مجموعه من الناحيه دي في percent annual decline in poverty، هنتكلم measured by the head count index، هنتكلم على measurement of poverty بعدين، وال percent annual growth in GDP per person. زملائي في البنك الدولي يقولوا لي الله
طب ما العلاقه واضحه قوي اهو، يبقى اذن على فكره بتوين بارنتس ده اسمه ريجريشن، هنبقى نرجع له بعدين كلمه الخط ده عشان نحط الخط ده از نون از ريجريشن، بس مش مهم ان الخط ده موجود. يبقى بالتالي خلاص احنا نركز على النمو الاقتصادي ويحصل ايه للفقراء، ما هم بالتالي هم هيتحسنوا وضعهم. انما الرد بتاعي كان لا، لو خدنا الحكايه دي ممكن نجد مجموعه من الدول عندها 3 times as much poverty reduction as another group of countries based on the same amount of growth. طب ليه في فروقات ضخمه دي كلها؟ عشان بوليسي موجود. اكزامبل تاني ده بوب سولو فيمس نوبل لوريت، عمل الدراسه دي في اوائل التسعينات، كان امريكا بيقولوا is more unequal عن اوروبا عشان امريكا سابقه اوروبا، ونوع المجتمع هيؤدي الى inequality. فادي اليونايتد ستيتس البوفرتي اوبزرفد برسنتج بوفرتيز، ودي الدول الاوروبيه. انما بروفيسور سولو قال لا، ليت اس ريموف الجفرمنت بوليسي افكتس، يعني جفرمنت بوليسي بتدي هيلث كير، بتدي هاوزنج، بتدي اديوكيشن، بتساند مش عارف ايه. هلاقي الدول كلها كده. ان فاكت تلاقي حاجه ثانيه لما تقارن الوضع الاقتصادي من غير الجفرمنت ترانسفير بيمنتس، هتجد الانيكواليتي اعلى جدا، عدد البوفرتي اعلى قوي لولا ان المجتمعات بتساندها، وان المجتمعات تقريبا كلها في حته واحده. ولكن في نفس الوقت الدول الاوروبيه نتيجه السياسات اللي بتتبعها بتنتهي في حته ثانيه، والمدى المتوسط الاوروبي تقريبا، وكون امريكا هنا دي مساله خيارات للسياسه الامريكيه بالنسبه للبوليسي الاجتماعي السوشيال بوليسي بتاعته. وزي ما انتم شايفين المعركه بتاعت اوباما على التامين الصحي في امريكا احد هذه الامثله، لان المجتمع مش عايز يدي الفقراء تامين صحي ومش عايز يديهم السندات اللي موجوده في اوروبا كحاجه طبيعيه يعني. فامريكا ما كانتش حتى اكثر دوله inherently unequal يعني من غير السياسات بتاعتها، انها بتنتهي تبقى مور ان ايكوال على اوروبا. فاذا دي مساله خيارات لسياسات اجتماعيه معينه، هذه السياسات الاجتماعيه معينه بتتبني على اساس ايه؟ بتتبني على اساس سوشيال ستاديز. السوشيال ستاديز بتتكلم، هنتكلم على الانتجريشن والهاوزنج اكزامبلز هتيجي كتير من الحكايه دي. واي كوانتيتيف اناليسيس؟ طب ما نتكلم ونوصف ستاديز. ويل بالنسبه لناس كتير الجزء الوحيد اللي بيعمل a lot of quantitative analysis ولذلك هو dominating policy making is economics وايكونومتريكس، وفيها شغل كتير. بينما كتير قوي من الناس المهتمين بالسوشيال وبالسوسيولوجي والسيكولوجي والانثروبولوجي وبتاع بيحسوا ان ده في نسخ للشخصيه بتاعت الانسان، ان الاراده الانسانيه، يعني مثلا ما حدش يقدر يقول ان الغضب اللي شايفينه ده هو على الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاه والسلام ده قرار راشنال تو ماكسمايز ريتيرنز على الاقتصاد الوطني. يعني الناس اللي قامت وحرقت وابتدي بتتحرك بموتيفيشنز ثانيه خالص، موتيفيشنز دي مش موجوده في المودلز الايكونوميك، مش موجوده. المودلز الايكونوميك بيقول لك انت يو ار ماكسمايزنج يور يوتيليتي وماكسمايزنج بتعمل راشنال بيهيفير وماكسمايزنج البروفيتس بتاعتك، انما ذاتس نوت واتس هابن. والسوشيال بوليسي از مور ذان ذا سوشيال كونسيكونسز اوف ايكونوميك بوليسيز. عايزين نعمل سوشيال بوليسيز. سوشيال بوليسيز زي ايه؟ ان احنا مهتمين في مصر النهارده بنتكلم على سوشيال كوهيشن. عايزين نقول في ناس بتحاول انها تعمل انفصام في المجتمع ما بين مسيحيين ومسلمين وما بين النوبيين والمصريين وما بين اهل سينا واهل مش عارف ايه وبين ولد علي في الصحراء. لا، احنا عايزين هذا التماسك الاجتماعي. التماسك الاجتماعي ده هدف اجتماعي، بس اجتماعي سياسي طبعا، بس اجتماعي اساسا. عايزين نزود العداله الاجتماعيه. الاقتصاد ممكن يقول لا، الماكسمايزيشن حاجه ثانيه مور امبورتنت. عايز اعالج قضيه المعدمين هم الالترا بور. عايز احافظ على الذاتيه الثقافيه بتاعتي. كل دي اهداف ما هيش اهداف اقتصاديه، فما اقدرش احصر الدراسات الاجتماعيه والسياسات الاجتماعيه في مجرد اعمل دراسات سياسات اقتصاديه وبعدين احاول اشوف ازاي اتعامل معها فيما ياتي بعدين. عايز ازود مشاركه الناس. طب ما ليه؟ هو
الاقتصاد ما تفرقش معاه ان انا اجيب ديكتاتور زي بينوشيه وشغله، وممكن الاقتصاد من حيث معدل النمو الكامل يبقى لا باس به، او دوله زي الصين يعني هذه سواء من اقصى اليمين لاقصى اليسار رسميا على الاقل. لا ملوش هذه العلاقه مع السويد مثلا، عندها نظام اقتصادي راسمالي لا باس به، ولكن في نفس الوقت بتدي حق الكلمه المشاركه. ان انا عايز ازود الموبيليتي، ان انا عايز اطور المؤسسات، كل ده سوشيال ريسيرش عشان اقدر اسهم في صناعه هذا القرار بطريقه علميه لازم اعمل سوشيال ريسيرش. السوشيال ريسيرش هيبقى مور افكتيف وهيعمل ساوندر فريم ورك، بس محتاجين يبقى فيه كوهيرنت فريم ورك بنشتغل فيه نقدر نعمل بريدكشنز. يعني ما ينفعش ان انا مجرد اعمل تحليل ليه انهارت الدوله الصوماليه، المفيد ان انا اقدر اقول ان في الوضع اللي احنا فيه ده من it is likely ببرسنتج معين ان انا هتجه الى ان الدوله اللبنانيه هيعاد انهيارها او مش هيعاد انهيارها زي ما حصل قبل كده. الدوله المصريه حصل فيها، فبريدكتيف وبرسكريبتيف. ينقصنا النظر في السوشيال داينامكس اللي من ايام ماركس في القرن التاسع عشر العالم اتغير كتير جدا. مجتمعات ما هياش المجتمعات اللي كان بيوصفها ماركس في القرن التاسع، فاحنا عايزين نرجع تاني للسوشيال داينامكس وان كان الجراند ثيوريز دلوقتي ار نوت فيري ماتش ان فوك. بوست مودرن كارنس اثروا تاثير سيء في العلوم الاجتماعيه، يقول لك والله العلوم دي اي حاجه اي حد يقول اي حاجه، اتس انذر فورم اوف ديسكورس، انما ات هاز بين ريموفد. اهم كونفيوجن هي ما بين الكوانتيتيف والكواليتيف اسبيكتس، اكشولي ذي ار كومبلمنتري، وناس مش فاهمه الرول اوف مودلز، وده اللي هناخده اخر يوم عندنا. لابلاس راجل قال ان احنا لازم نعمل ندي الاوبزرفيشن والماتيماتكس نفس الدور، بس هو كان متهيأ له انه يقدر يحكم الحكايه دي بنفس الدقه بتاعت العلوم الطبيعيه، طبعا ده غير صحيح. كتليه كان عايز يزود الكوانتيتيف ميثودز، وكتليه على فكره من الحاجات المهمه فيه قوي ان هو اخترع كلمه ذا افريج مان، فكره الشخص الممثل للمجتمع. ذا افريج فاميلي هاز 2.3 تشيلدرن، الله يرحمه استاذنا حسن فتحي كان يقول لنا اوعوا تشتغلوا في الحاجات دي، تصمموا بيوت للناس 2.3 فاميلي. طب قول لي بقى عمرك شفت 0.3 اوف تشايلد؟ شكله ايه ال 0.3 اوف تشايلد؟ راسه ودراع بس ولا ايه؟ ايه ده اللي انت بتتكلموا فيه؟ تتكلم مع بشر، بشر لازم تتعامل معاهم كبشر. اوكي يعني، بس احنا لازم نلاقي بقى الـ 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 الوسط ما بين الاثنين. بورستن بيقول ان بس الناس المدمنين الحاجات البسيميستيك هم اللي يقعدوا يتكلموا في الارقام. وناس بتقول بقى دي هيومانايزنج ذا هيومانيتيز، وانها دينايز انديفيدواليزم وتريتس بيبل لايك برودكتس وايكونومكس از نوت، كل الكلام ده اللي سمعناه قبل كده. أنا بقى ليا نظرة في الحكاية دي وهقول لكم نظرتي ببساطة جدا. Reductionist views. On one level الإنسان ده is three buckets of water and a handful of minerals held together by chemical reactions. وده نظرة نفعتنا جدا في حاجات كتيرة قوي. في تحسين أدوية وفهم health processes في حاجات كتير قوي. But it's clearly not the whole story. يعني it doesn't say انه الادب والشعر والذاتيه والالترويزم والموتيفيشنز والانتماء وكل هذه المفاهيم مش داخله في الصوره دي. وانا في رايي طبعا كان بيزعل زملائي في البنك الدولي لما اقول لهم كده، اقول لهم بنفس حكايه three buckets of water and handful of minerals you cannot reduce a society to the sum of its economic and financial transactions. It's true. الـ economic and financial transactions موجودة وممكن تعمل تحليل على هذا الأساس، بس تحليل ناقص. زي بالظبط ما التحليل الكيميائي ناقص. التحليل الكيميائي مهم قوي. احنا النهاردة عارفين كلنا ان فعلا الـ depression والمانيك سايكل والحاجات دي كلها
جاي نتيجه امبالانسز للكيمياء في البرين، السيروتونين بيزيد او ما بيزيدش، والدليل على كده ان احنا بندي انتي ديبريسنس دواء يزود الناحيه الكيميائيه دي، فبيترتب عليه ان المود والبيهيفير، يعني كل الحاجات دي از ترو. واستفدنا ان احنا نقدر نعرف الدوز بتاع الحاجات دي ازاي، الدراسات بالشكل ده. انما الكوزز اوف ديبريشن غير ان هو ممكن يبقى جيناتيك، لا، الاحداث والعلاقات الانسانيه ده جزء بتاع السوشيال ساينس، فلازم نعمله الاثنين. اند وي نيد مور نوت ليس سوفيستيكيتد ابروتشز. طيب عشان نعمل كوانتيتيف اناليسيس ده it complements the qualitative analysis. Therefore we have to measure. Measure دي مفروض يعني ابسط حاجة. Measure. بس كنت هتعمل quantity لازم measure. طيب. Why measurement counts? I love this citation اللي هالي هوليس شنري زمان قال لي we treasure what we measure. الحاجات، لذلك حجم الاقتصاد زاد قد ايه؟ 1% ولا 0.8 ولا 3% ولا الهند الصين 8%، الناس تهتم بيه لانه رقم. وي كان ميجر الرقم ده. وبياخد بالتالي ذاتيه عن الحاجات العايمه. ثانيا احنا علميا بقى البريسكربشن والدوزج لازم يبقى عنده اكيوريت اسسمنت بتاع الماجنتيود. زي اي دكتور بيدي علاج لحد، لو انا في المجتمع عايز افرض ان احنا محتاجين نصرف زياده على التعليم او اقل، ما لازم بقيس بصرف ازاي وهذا الصرف بيروح ازاي والتاثير بتاعه ايه وامتى يبتدي لازم ننتقل الى نوع تاني من الصرف. ويستابلش ترندز عشان اعرف هل الحاجه ماشيه كده ولا ماشيه كده. تفرق كتير دي. وانا مش هقدر اوصف ده غير بقى بالشعور العام كده، الحاله وحشه ومش حاله مش كويسه. لا، لازم يبقى عندي measures over time I can establish trends ودي تفيدني في السوشيال بوليسي بتاعتي. And I can monitor the progress whether I'm progressing or not progressing over time. الميجرمنت ده ما هوش سهل زي ما الناس متصوره. وابسط حاجه الفرق ما بين accuracy and precision. ازاي بقى؟ طب نبتدي. Accuracy involves اولا، دي هتبان انها بسيطه جدا 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 ولكنها تستغربوا كم مره هلاقي ابحاث فيها اخطاء من هذا النوع. You have to use the right tool. يعني لو انا عايز اقيس درجه الحراره في الاوضه دي ما تجيبليش رولر ولا متر ولا ليزر accurate measurement. You're measuring distances is one thing, you're measuring temperature is another. If you're measuring humidity, you need a third tool. الترمومتر مش هيجيب الهيوميديتي، والمسطره او المتر مش هتجيب الهيوميديتي برضه. ف you have to start with the right tool. Simple. Not so simple. هتشوفوا examples بعد كده where this is not happening. الكواليتي اوف ذا تول از امبورتنت. لو انا جبت مسطره كده متقسمه وبلدي حاجه، ولو عايز اقيس فيري اكيوريت ميجرمنت لازم اجيب بقى ليزر ميجرمنت او اجيب الكاليبرز بتاع الحاجات دي كلها. هاو كيرفولي اي ميجر ماي سيلف. انا بستعمل الاداه دي بعملها بدقه ولا بعملها بطريقه كده تصلق سلوبي؟ ده كله بيخش في الميجرمنت. ف ليتس اسيوم مثلا دلوقتي اخدت حته مسطره زي دي وهقيس بيها حته خشب. عندي حته خشب كده عايز اقيس الطول ده قد ايه؟ هستعمل مسطره. طيب الاكيوراسي از هاو كلوز ذيس ميجرد فاليو از تو رياليتي. يعني بعد ما انا اخترت الطول السليمه وعملت الميجرمنت بدقه يبقى طلعت بحاجه. هنا بقى لو في غلطه، الغلطه دي يمكن ذا تول از ديفكتيف. انما البريسيجن از ذا ريبروديوسابيلتي اوف ذا ميجرمنت. يعني انك انت لو قست بنفس المسطره نفس حته الخشب تاني هتطلع نفس اللي انت. هنا بقى دي نقطه مهمه قوي. ما بنجيش نقول عشان ازود الدقه بتاعتي هقيس حته الخشب دي 100 مره واخد الافرج بتاعها. ليه؟
لأن the nature of the error اللي موجودة is probably either in the resolution or the precision بتاع ال accuracy اللي أنا استعملتها precision بتاع التول. إنما لو عندي event that is random that's a different story. هنا بقى making many observations واخد الافريج بتاعهم make sense. But the nature of what I'm measuring phenomenon itself مش بس عايز ان انا اشوف درجة حرارة ولا درجة humidity ولا length وادور على التولز بتاعته, طبيعة الفينومينون نفسه above and beyond it whether it is a random event يعني likely error فيه is a random event or an error ان انا بستعمل التول بيغير المدخل بتاعي to reducing that error. في الاولانية بغير التول, بدل ما استعمل مسطرة خشب زي دي هجيب precision calipers هجيب ليزر عشان اقيسه بدقة اكبر عشان عايز اخلي الدقة اكبر. In the second case لا هعمل many measurements و I will aggregate them. They are very different. ما ينفعش الواحد يخلط ما بين دي ودي. دي حاجة ودي حاجة. طريقة التفكير بقى هنا ابتدي لازم اقدر افكر في الاثنين. Resolution and randomness بقى هي زي ما قلت لكم we do not re-measure the piece of wood 100 times عشان ناخد average بتاعها. Assuming it was done carefully يبقى ال error is due to the resolution of the ruler. يعني عايز اجيب calipers والليزر وبتاع, انما مش ان انا اعيد التجربة كذا مرة. فال events بقى random events زي tossing coins زي throwing dice زي مش عارف ايه دي كلها او المظاهر الاجتماعية دي كلها random events. وrandom events require a probability treatment. والsocial sciences almost exclusively use random events and therefore require statistical probabilistic treatment. وإن كان you frequently mix the two kinds of measurement. مروة وإسراء لما تحبي تقيسي height of children وال weight of children it's the first kind of measurement زي المسطرة الخشب. لما عايزة تشوفي ال achievement بتاعهم in class وعايزة تشوفي ال nutritional impact بياكلوا ايه دخلنا في ال random events. Two different kinds of measurement. There's nothing wrong with that. You can combine them in a single study. In fact, we do spend a lot of time combining, but you should be aware of what you are using where, in which part of the study. والresearch design ده بيضم دي على دي ازاي؟ لأنهم they are different. يعني qualitatively they are different. فما ينفعش واحد يجي هوب هوب طبق على طول المعادلة دي وهتطلع لي نتيجة. لا, المعادلة دي بتقول ايه على الحتة دي وبتقول ايه على الحتة دي. هنا بقى الفهم. فمالتيبل ميجرمنتس اند probabilistic techniques ار يوزد اولموست يعني very dominant في social science. فهنرجع للprobabilities later. انما في حاجة تانية اللي هي type of scale. بس دخلنا بقى ايه طيب ما احنا مش بنقيس بقى درجة الحرارة بتاعنا, بنقيس social event. نتكلم على ال type of scale. Type of scale بقى what kind of scale do we use in measurement. Actually في أربعة scales. والأربعة scales فيهم قواعد حاجات أقدر أعملها وحاجات ما أقدرش أعملها. فنبتدي بأبسط حاجة هم اسمهم nominal و ordinal أو ساعات nominal بيسموهم cardinal و ordinal و interval و ratio scales. There are four kinds of scales. إيه دول؟ نبتدي بأبسط واحد اللي هو النومينال سكيل او ساعات بنسميه الكاردينال سكيل. ده اساسا كاتيجوريز يعني نمر تليفون كاتيجوريز. اقدر عندي ثلاث نمر تليفونات اربع نمر تليفون بس ما اقدر اجمع نمرة التليفون دي على نمرة التليفون دي ولا اقدر اطرح دي من دي ولا اقدر اعمل حاجة. الكور ثلاث كور لونهم اخضر ثلاث كور لونهم اصفر كورتين لونهم ازرق كره لونها احمر. انما تايب سو ما بقاش اعمل حاجه. The only thing limitation بتاعتها the only permissible arithmetic procedure is counting.
and therefore the statistical techniques ما ينفعش انها تعمل manipulation للداتا دي. طب في السوشيال ساينسز عندنا ايه زي دي؟ ادي اللي عندنا في السوشيال ساينسز married unmarried it's a category nationality Chinese American European Egyptian. والله طلع عندي ثلاثة تشاينيز واثنين يوروبيين. طيب ما هو زي ما تقدرش تجمعهم وتطرحهم وبتاع مش عارف ريليجن مسلم كريستيان جويش بوديست اثنيك ترايبال جروبس ريشال جروبس بلاك اور وايت في الامتحانات باس فيل اكزام في كذا واحد فيل وكذا واحد باست. ما دام دخلنا في الكاتيجورايزيشن اللي من النوع ده ما اقدرش اقول ده كان ناجح بدرجتين وده ناجح ب 30 درجه وده ساقط باثنين. لا احنا ما دخلناش في درجات بقول باس فيل. باس فيل از تو كاتيجوريز. فدول الكاتيجوريكال سكيل ده او النومينال سكيل ما اقدرش اجمع فيه. سكند اللي بعديه الاوردينال سكيل. اوردينال سكيل شويه اكتر من النومينال او الكاتيجوريكال سكيل. لان هنا بقدر ابتدي اقارن. انا ما اقدرش اقارن ما بينهم. هنا بقارن. هديكم مثل زي ايه يعني هنا بقدر اقول جريتر ذان ولسر ذان بس ما اقدرش اقول بقى بقد ايه، ما اقدرش اقسم واحده على الثانيه. وهديكم مثل كلكم تقدروا تتخيلوه لو انا بعمل انترفيوز لناس عشان وظيفه او بعمل انترفيوز لناس عشان ارقي مانجر وبعمل لهم زي جريدنج اقول ده احسن من ده. لما احسن بقد ايه؟ احسن ب 23% ولا احسن ب 37% ولا ما اي كان تيل يو ده احسن واحد ويلي ده ويلي ده. الرانكينج ده is feasible in this kind of scale where you cannot really quantify the amount or objectivity of this issue. التالتة بقى هي أصعب واحدة. اللي جاية بعد دي بقى أصعب واحدة، دي سهلة. أظن كلكم ماشيين معايا فيها. كله ماشي معايا فيها دي. التالتة بقى أصعب شوية. التالتة أصعب ليه؟ لأنه عندي quantitative ميجر زي مثلا درجات الحراره. هذا اقول النهارده حراره 40 ومن يومين كانت 20 مثلا فانا عندي كوانتيتي ميجر. انما في صفات معينه ما اقدرش اوصفها. ما اقدرش اقول ان ده النهارده is twice as hot as امبارح. ليه؟ لانه والله لو قستوا على الفهرنهايت سكيل هيبقى مختلف عن السلسيوس سكيل، لو قستوا على الكلفين سكيل هيبقى مختلف عن الاثنين. يبقى اذا عشان اقدر اقول جمله زي دي it is very dependent على نوع السكيل اللي بستعمله. انما الترتيب بتاعهم is not in question. ومش بس كده والانترفال اللي ما بينهم عشان كده بنسميه الانترفال سكيل is not in question. يعني انا فعلا قست 20 درجه وقست 40 درجه وعارف الفرق المسافه ما بين ده وده قد كده. الكويشن از وير از ذا زيرو. فكتير جدا برضه في السوشيال ساينسز الاقي الواحد متهيأ له انه عنده سكيل عنده ان اجريد زيرو بس ما عندوش ان اجريد زيرو. هديك امثله. ضربت المثل بتاع التمبريتشر انما زي ما قلت لكم بتاع الزيرو سكيل يختلف. انما لما ادي امتحان لحد واحد اخذ 20 درجه والثاني اخذ 40 درجه ذا ديفرنس از 20 بوينتس. طيب انا ممكن اقول ذات توايس از ماتش نوت ريلي لان اي كود فيري ايزلي المدرس ممكن كان يدي سؤال او سؤالين زياده ولو السؤال والسؤالين زياده كانوا سهلين والاثنين اخذوا 10 درجات زياده كان واحد هيبقى 30 وواحد هيبقى 50 الفرق ما زال 20. بس لو قسمت واحد على الثاني لا هتلاقوا مختلفين. يعني 50 على 30 لا تساوي 40 على 20. فايفن دو اي هاف زيرو ات از نوت وان ذات از فولي اكسبتد. ات كود تشينج لو كررت الاكسبيرمنت ده واديت امتحان ثاني لنفس الناس ممكن ان هي تختلف الزيرو بتاعها انما الانترفال ويل ريمين ذا سيم. الـ height and weight of people. طب ما الـ height and weight بقى في زيرو ما حدش هيختلف عليه ده متر 60 ولا بتاع. بس in reality هل حد شاف حد طوله زيرو؟ هل حد شاف حد وزنه زيرو؟
يبقى is it an interval scale or a ratio scale? It's an interval scale. انا بقى شوف بقى نخش الحتت اللي ممكن الواحد يتزحلق كده يلاقي نفسه اتزحلق الناحيه دي يستعمله كده ليه؟ لان الماتيماتيكال manipulations that you can do with interval scale numbers include subtraction و addition بس ما تقدرش تقسمهم على بعض، ما تقدرش تضربهم في بعض. فالماتيماتيكال equations تستعملهم عشان الجزئيه دي لازم تاخد بعين الاعتبار ان الفاريبل دي is measured on an interval scale. Ratio scale بقى is a different story. Ratio scale ده is absolute، ما فيش اي limitation عليه. وبقى الظريف ودي نقطة مهمة قوي للسوشيال ساينسز، بنحول حاجات كتيرة that are of a categorical scale into a ratio scale. وsometimes it is done right وsometimes it is done wrong. ازاي بقى الحكاية دي؟ هقول لك ازاي. Typical example income and expenditure. ده ممكن في zero scale، definitely في zero scale. Years of schooling. حد اخذ زيرو years of schooling، مش خلاف فيها. Number of respondents selecting something. Something that can be a categorical scale. عجبك الاحمر او الاخضر. انما ال number of respondents is a ratio scale. لان ممكن يكون في زيرو يختاروا الاحمر، وممكن يبقى فيه 20 واحد، وممكن يبقى فيه 113 واحد، وممكن يبقى فيه 237 واحد. The number of respondents selecting a specific category becomes itself is a ratio scale. The category itself is a nominal scale. إنما number of respondents لأنه ممكن يبقى زيرو. يعني اكشلي ما فيش خلاف فيه. وممكن تقول النمبر اوف ريسبوندس دول كانوا 50 والنمبر اوف ريسبوندس دول كانوا 100، يبقى ال 100 دول ضعف 50، twice as much. You can do كل الاريثمتيك manipulations اللي انت عايزها في الريشيو سكيلز. ف it's important that not all relationships or all mathematical operations can be applied to all scales. Now if you move to descriptors of groups بقى، دي اخر حاجه هقولها في المحاضره التحيه دي. ايه؟ ايه؟ انا بختار سكيلز، انا بختار سكيلز في مجال ميجرمنتس، انا متحمس ليها. لا ما تختارش، يعني لو انت عايز تعالج مشكله معينه وهذه المشكله بتحتاج انك انت تتعامل مع كاتيجوريز زي مثلا ماريد ان ماريد، وبتعمل ريجريشن على ايه الفاكتورز ذات ليد تو ديليز ان ماريج مثلا. دراسه اجتماعيه قابله جدا، احنا يعني عارفين في كل المجتمعات في general observation ان the age of marriage is becoming more delayed. يعني لو رجعت كده قرنين الماضي كانت الناس بتتجوزوا اصغر قوي من دلوقتي. في القرون الوسطى كانوا بيتجوزوا هم teenagers يعني. النهارده بقى لازم ياجل وبتاع، في ظروف اجتماعيه كتيره جدا. فهتعمل regression وتدور على حاجات variables في المجتمع وفي الانكم وفي الدراسه وسنوات الدراسه ومش عارف ايه وحاجات مختلفه كتير قوي. وعايز تعرف الاوتكم بتاعها از ماريد اند ان ماريد. فده بتستعمل لها حاجه اسمها البروبيت موديل. البروبيت موديل بيربط ما بين الحاجات بتاعت اللي هي ريشيو سكيلز مع ان اوتكم فاريبل ذات از ا كاتيجوريك سكيل، تو كاتيجوريك فاريبلز ان ذيس كيس. ف ذير ار تولز فور ذات، بس يو جست شود نو وات يو تراينج تو فايند اوت. يعني التفكير ده يبقى في نوع البروبلم اللي انا بعمله وفي اختيار الادوات اللي عايز استعملها ان استعملها صح. انما وات از ان افريج بقى؟ الافريج كان بي لو اخذت 20 واحد عملت لهم امتحان وطلع نتائج وهاخد افريج. اكشولي افريج از فيري كونفيوزنج، ما هوش زي ما الناس متصوره انها حاجه سهله. وات از ذا مينينج اوف وورد افريج؟ كده؟ طب هنشوف دلوقتي. كده؟ ذمتك؟ طب تعالي هوريك انا دلوقتي. في ثلاثة مينينجز في المين والميديان والمود. Actually I'm not even sure you know the mean because the mean that you are probably thinking of is known as the arithmetic mean.
ان الواحد يجمع الحاجه ويطرحها. بس في حاجه اسمها جيومتريك مين وفي حاجه اسمها الهارمونيك مين، بس سيبنا من الكلام ده دلوقتي، خلينا في المين والميديان والمود. افرضي this is mean you just add up the values وتقسميها على number of observations. The median is a different one. It is that value في نص ال observations فوقيه ونص ال observations تحت. The mode is the most frequently observed value. يعني مثلا فلنفترض ان احنا بنتكلم في الانكم. كويس؟ هنعمل 20 observations. ادي الانكم من 1000 مثلا ل 20,000. وتوزيع الناس 20 people اللي انا بشوف الانكم بتاعهم طلع كده. values دي. What is the mean؟ مين ده سهل، نجمع كل دول ونقسمهم على 20، صح؟ فالتوتال نمبر اوف اوبزرفيشنز 120 على 20 يساوي 6. ده الايكويشن بتاعت المين، فيري سمبل فيري ستريت فورورد. الميديان از ديفرنت. الميديان از وير نص الاوبزرفيشنز ار اون ذيس سايد ونص الاوبزرفيشنز ار اون ذات سايد. نص اكتر نص اقل. ان ذيس كيس ما بين الاربعه والسته فهي 5. الميديان بتاعنا 5. المود بقى بدور على الموست فريكوينت اوبزرفيشن. ايه اكتر حاجه تكررت؟ ال 4000. المود 4000. خدوا بالكم ان في مجتمعات وفي صفات كثيره جدا، دكتور سامح ودكتور شيماء عارفين الكلام ده، في بنسميه باي مودال ديستريبيوشن. يعني تلاقي مجتمع فيه انفصام، زي مثلا المجتمع الابارتايد في ساوث افريكا، هيبقى البلاك سلوهم ديستريبيوشن كده والوايت سلوهم ديستريبيوشن كده، انما الاكشوال ديستريبيوشن از باي مودال، في تو مودز. لو انا اعتمدت على المين هطلع في النص، وهيطلع فاليو قد كده، ولا هو الكبير بتاع الدوله ولا بيصف دي ولا بيصف دي ولا بيصف المجتمع ككل. والميديان كذلك. ان ذات كيس اي نيد تو جو تو ذا مود عشان اشوف الباي مودال ديستريبيوشن شكلها ايه. فالمود بيدينا الافريج ده. طيب ايه اهميه الحكايه دي؟ افرضي يعني دي الفاليوز بتاعتنا، المين 6، الميديان 5، المود 4، صح؟ دخل على المجموعه دي نجيب ساويرس، الفاليو بتاعت ال 20 اصبحت 1000. وبس المين اصبح 550. بقى ال 550 دي از ريبريزنتيف اوف ذا جروب. لذلك لما هتبصوا في الستاتستكس في الحاجات الدوليه كلها هتلاقي ميديان انكم، عمر ما هتلاقيهم كاتبين لك افريج انكم مين انكم، لا هيكتبوا ميديان انكم. لان الميديان انكم ما بيتاثرش بالاكستريم فاليوز. عندك واحد فقير قوي واحد غني جدا، مش هيتاثر، الميديان will remain constant. In this case the mode will remain constant too. بس المود is not the same. لما الكيرف يبقى سيمتريكال، ثلاثة كان كولابس into one value. إنما you should know the difference between them. ولذلك مثلا في حاجات زي الانكم أديك شايف الفرق قد إيه بيحصل؟ By just changing one observation. المين is no longer a useful tool في الحكاية دي. إنما it's very useful في حاجات تانية قوي، حاجات تانية كتير جدا. يعني لو انا مثلا بعمل فريكونسي كاونتس في حاجات معينه، طبعا المين از فيري فيري يوسفل، وهستعمله في الفيرينس وفي حاجات ثانيه كتير. وفي كيرف هنرجع لها كتير قوي 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 وهتشوفوها طول الوقت، البيل شيبت كيرف، النورمال كيرف، الجاوسيان ديستريبيوشن، الزي كيرف، كل الاسماء دي بتنطبق على الكيرف ده. اللي كانوا معايا في المانجمنت كورس يفتكروا السكس سيجما، سيكس سيجما جايه على الكيرف دي. الكيرف دي فيها صفات كتير كويس قوي، انها بتدخل اوبزرفيشنز وبتاع. واغلب الناس تقول طب ما هو ايه يعني، ما هو هنا هيبقى المود والميديان والمين كلهم هنا. ده اتس بيكوز اتس سيمتريكال كيرف. انما افرض اهي دي نوت كويت سيمتريكال. المود دايما از ات ذا توب اوف ذا كيرف. حتى لما تبقى الكيرف عامله كده
هيبقى المود هنا دايما، المود دايما at the top of the curve. الميديان والمين ممكن يتغيروا شوية على حسب الكيرف. لو الكيرف perfectly symmetrical هيبقوا الثلاثة زي بعض، إنما هنا مثلا آدي المود وآدي الميديان عشان we have a long tail. ف usually الثلاثة دول are frequently mistaken، و as a result بيحصل كتاب ظريف جدا كتب على الحكاية دي، it's one of the most common fallacies in reporting statistics، في كتاب اسمه how to lie with statistics، جزء فيه شابتر طويلة على ازاي تلعب بالمود والمين والميديان عشان تغير الملاحظات بتاعتك على المجموعة دي. يعني مثلا عين نجيب ساويرس عندي في المكتبة مستشار بجنيه رمزي في السنة، وبعدين اقول متوسط دخل العاملين في المكتبة اصبح الميديان بتاعي عايزين ايه؟ ده حسبنا المتوسط هو علميا وطلع نتيجته كذا. فذاتس هاو تو لاي وذ ستاتستكس، دي بقى دي موضوع تاني خالص. الكيرف ده احنا نرجع له كتير قوي وعايزكم تشوفوه، حتى تشوفوا ان هو مفيد جدا في حاجات كتيره بتاتون بي فور ليتر. سو ار وي كيبنج اور هيدز اباف ووتر، كله خلاص تشرب ده ولا في ناس بتغرق؟ بدات تغرق. عايزكم كلكم سويمنج نو دراونينج، فيش حد يغرق دلوقتي، عايزين نمشي مع بعض في الحكايه دي. مش بس كده، هعلمكم تو فلاي كمان بعدين، فلاينج بقى هتشوفوا لايف. فده نقفل المحاضره دلوقتي، قدامنا 15 دقيقه ناخد كوفي، ومفروض في كوفي بره، كوفي بريك.